دائما ما تختبر المحن معادن الرجال، وتكشف الشدائد عن الأبطال الحقيقيين الباحثين عن العمل والمجد. وقد كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورفاقه من هؤلاء الرجال الأوفياء الذين تولوا مسؤولية القلعة الحمراء في ظل ظروف صعبة جدا، وواجهوا على مدار أقل من 3 سنوات الكثير من التحديات العملاقة والمعوقات الكبيرة والعراقيل المستمرة التي كانت كفيلة بتثبيط همم الكثيرين، لكنهم رموا كل ذلك وراء ظهورهم ووضعوا الأهلي ورفعته والحفاظ على اسمه ومكانته أمام أعينهم، ولذا قاتلوا بشراسة وواجهوا كل الظروف الصعبة من أجل تحقيق ما وعدوا به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز الذي وضعوا له عنوانا لافتا جامعا يحمل الكثير من الود بتسميته عائلة الأهلي. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، أنواع الأسرة كلها هي دي العيلة. وعلى الرغم من أن فترة 3 سنوات الماضية منها نحو عام عمليا خارج الحسابات بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وأدى إلى وقف كافة الأنشطة على مختلف المستويات، إلا أن مجلس الأهلي نجح في أن يكون على قدر التحدي على كافة الأصعدة داخل النادي، سواء على صعيد الخدمات والإنشاءات الجديدة في كل فروع النادي أو على الجانب الرياضي الذي حققت فيه فرق النادي في كل اللعبات إنجازات لافتة. واجه مجلس إدارة النادي الأهلي الكثير من التحديات في الجانب الرياضي، خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية، ولذا كان هناك الكثيرون الذين يسعون لهدمه والنيل من مجلس الإدارة من خلاله، لكن فريق الكرة كان على قدر التحدي ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ عليه في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله وأدى لإرباك وعرقلة الكثير من الأندية، لكن الأهلي كان يقرأ خيوط اللعبة جيداً ويستعد للمستقبل، ولذا كان الفريق في الموعد وفاز بلقب الدوري ويواصل مسيرته بشكل جيد في كأس مصر، كما تأهل المارد الأحمر للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. وحتى في الأزمة الأخيرة التي اختلقها السويسري ريني فايلر ورحيله عن النادي في فترة حرجة ومصيرية في مسيرته، أدار مجلس إدارة النادي الأهلي الأزمة بكل احترافية، وكان مستعدا بمدير فني من طراز رفيع هو الجنوب أفريقي موسيماني الأكثر نجاحا على صعيد القارة في السنوات الأخيرة لمواصلة المشوار مع المارد الأحمر. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصاً على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيداً عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة في كل فروع النادي. ووصلت ميزانية النادي الأهلي في 30 يونيو 2019 إلى 2 ملياري جنيه مقارنة ب 1.3 مليار في العام 2018، فضلاً عن زيادة الأصول الثابتة للنادي من أراض ومبان وآلات ومعدات وأثاث وأدوات. ولا ننسى أيضاً عقود البث والرعاية الجديدة والتي حققت للنادي أرباحاً كبيرة غير مسبوقة. ومن أجل المستقبل الذي دائماً ما يحمل همه على عاتقه، مجلس الأهلي
ناقش المجلس مؤخراً الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغييرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي وأخيرا شركة الأهلي للسياحة والخدمات. بقي في النهاية أن نلقي الضوء على برواز شرف مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الحقبة الذهبية من مسيرته،